غاديهم ساعدوش مقلق ديال بصح مع السيكول داخل تصعب معاك واني اول مره بروكر غاديهم الى وصل هذا الفيديو هذا 70000 لايك بروكر غادي نقلو معايا في الشيت سكي خليك مبروك الغرق مبروك الغرق ويلي ويلي عاوتاني شكون مصيف اليوم رجعنا بفيديو اول واحد معنا في هذا الفيديو هو شكون سعدوش ومعنا شكون رضا ويلي ويلي البلبل عاوتاني خي سعدوش اليوم رجعت بواحد الفكره هربانه ديال بصح فكره حمقاده بصح وفكره وبسطيه ديال بصح وغادي تعجبك وعندها علاقه اسيدي ببروكر ويلي ويلي ولكن قبل ما نبداو فيديو العشرين ما تنساوش انا معاكم واحد شحال بغيت اخي سعدوش توصل هذا الفيديو هذا من لايك سي 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 لا 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 عاوتاني قويته بزاف لا لا كاين 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 وتابوناو العشران وفعلوا جرس باش نضموا العائلات عشران الصاعي احسن عشران فعلا ويلي ويلي البلبل عاوتاني خي سعدوش اليوم واخيرا وليس اخيرا ولاول مره في هذه الدنيا في هذه الستاسيون وهذه الشجار وهذيك الطوموبيله والطوموبيلات هادو كاملين ومرجان وهذا الشيء كامل ولاول مره في الدنيا بروكن غادي ويلي 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 سادوس فرحان صافي برد بك ولكن بلاتي بروكن كيعرفيهم غادي غير خليها تقتلوا لي الكلباسه ايه هادي والله اول مره غيعوم والله الا اول مره غيعوم صراحه هادي ما شفتش غنقول لك واحد اللعيبه البارحه سيدي مشيت فكرت ياك قلبت في الانترنت قلبت سيدي على واش الكلاب كيعرفوا يعوموا قال لك سيدي 99% ديال الكلاب الكبار كيعرفوا يعوموا ولكن بروكن ما عارفينش اخوتي واش كيعرف يعوم مشكل متفق انا ليش والله حتى انا الصاد خايف على بروكن بروكن عزيز عليا شوف شوف شحال زوين شوف بروكن اشيري صراحه الله الا بقى فيا الروج نبدلوا الفكره نقول لكم صبا صبا خصنا نخرجوا بحال خصنا نخرجوا بحال خصنا نخرجوا بحال اللي يرضيك انت واللي يرضينا حنا حيت انا ما نكذبش عليك انا باغي نشوف بروكن كيعوم باش نجيك من الاخر انا بان لي واحد البلان وانت قول لي شنو بان لك فيه بان لي سيدي مشوا لابيسين ياك ولابيسين نعوموه في اول بلاصه هي ديك ديال الدراري الصغار فيها تقريبا شحال واصله تقريبا قد هكا يعني صغيره وما غاديش يغرق فيها فهمت شفناها سيدي كيعرف يعوم ديك الساعه غادي يدخلوا يعوم في الفوندو ويلي ويلي رضا شنو بان لك في هذا البلان مزيان مزيان انت شنو بان لك الفندق كمشي لدخ هذيك ميترو ودخل عوم معاه انت دخل كاع عوم معاه فهم معاه 16 حتى واش رايان هو صافي تدير عقلك تدير عقلك المهم 20 دابا البلان شنو هو غادي نركبوا في الطوموبيل اخوتي وغنمشيو لابيسين وندخلوا ديك الساعه بروكن وغادي يعوم ويلي 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 لا لا شافك عاوتاني زين المهم 20 كما كتشوفوا احنا جينا للبحر المهم دابا غادي نقول لكم على جينا للبحر كما كتشوفوا اخوتي ها هو سعدوش سعدوش مقلق ديال بصح معصب صافي سعدوش برد الله يحميك ويلي صافي 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 يا برد دابا كما كتشوف اخوتي رضا حتى هو مقلق اللي ما ليه مسكين والو وبقى فيه الحال وكما كتشوف الدراري ها هو بروكن وبروكن مقلق وبروكن ودوي معنا صافي دوي معنا الله حفظك بنادم باش يدوي معنا المهم انا نشرح لكم شنو هو البلان اخوت البلان كنا معوني اننا غادي نديو بروكن انه يعوم في لابيسين الدراري كما قلنا ديال الدراري الصغار عاد ديك الساعه غادي نديو الكبير باش نعرفوا واش كيعوم وكذا مشينا اخوتي لابيسين الاول قال لك اسيدي ممنوع تدخل بروكن قال لك ممنوع ماشي قال لك ممنوع انك ما تدخلو ولكن ما يعوم قال لك ممنوع انك تدخلو وما يعوم ما والو ممنوع انك تدخل الكلاب وصراحه الدراري بانت لي انها ما بلاش علاش حيت اخوتي كما كتشوفوا بروكن غير كلب صغير ما يقدر يدير والو ما يخلع والو وديسبليني فهمتي شنو هو البلان ماشي كلب كبير اما كون كان كلب كبير نقدروا نقولوا انه كاين مشكل ياك مشكل انه الى عام يقدر يوسخ ليهم ثاني حاجه يقدر يخلع شي واحد حيت هو كبير اما بروكن مسكين شوف قداش الدراري شوف ولكن شوف شوف واخا هكا كنحترموا الراي ديالهم شوف هانيه والله المهم 20 كيما كتشوفوا جينا للبحر دابا علاش جينا للبحر جينا باش ان بروكن غادي يعوم هنا وسعدوش غادي يعوم شوف واخا هكاك ما غاديش نفشلو فهمتي اليوم شوف قلت لك بروكن اليوم غادي يعوم اليوم غادي يعوم ويلي ويلي امي بروكن واه سيري صافي صافي ما تبقاش مقلق ربي ربي خير دابا نسولك واحد قول لي واش كتوقع ان هذا الكلب هذا غادي يعوم ربي راجل شوف انا نقول لك واحد البلان نقول لك واحد البلان سعدوش من دابا قسما بالله حتى بروكن غادي يعرف يعوم والله حتى غيصدمك شوف راه واخا اول مره شوف انا نشرح لكم الدراري البلان دابا البلان هو انه بروكن اول مره في حياته غادي يجي للبحر واول مره في حياته غادي يعوم ولكن بغيت نسولك واحد اللعيبه قبل فاش كتدخلوا في الماء في الماء كتبغي تدوش ليه واش كيبقى يتركل ليك وداك الشيء حتى شوف الدوس فاش كنخوي عليه الماء كيبقى اي ولكن اذا درتي الماء كنحطو فواحد السطل كنعمرو بالماء وما كيضربش بيديه بحال اللي كيعوم في البحر هو شوف نقول لك واحد الحاجه فاش غيدخل البحر والله تاهي يعوم يلاه والله تاهي يعوم انا تايق في بروكن فاش كنبقاو نعوموا حنا كي كنبقاو تحت الماء كنبقاو نتحركوا هذيك راه منين جات من الكلاب يدير بحال هكا يدير بحال هكا والله تغيعرف يعوم وغيصدمك والله تغيصدمك بروكن بروكن بيا اللي اليوم شوف نديروا انا وياك واحد المطارحه تعطيني 200 درهم اسيدي الى عام بروكن يلاه هو ما عامش الى ما عامش انا نعطيك 200 درهم والله لا
يلا شحال نعطيك؟ 300 درهم 400 400 بارك 400 بارك 400 المهم خذ دبل بلاصه وغادي نهبطوا البحر باش ان شاء الله بروك غادي يعوم شوف وغادي يعوم ماشي ان شاء الله غادي يعوم صافي سالينا المهم زاي اخوتي يلا شوف شكون تعرى علينا ويلي الملاكم سعدوش المهم العشران كما كتشوفوا الفورمه ديال سعدوش ولات هربانه ديال بصح ويلي تبارك الله عرفت اخي سعدوش باغي نسولك غير واحد شحال وانت كتريني باش طلعتي هاد الفورمه شحال؟ تسع سنين تسع سنين وتسع سنين راه قليله باش تطلع هاد الفورمه راه هذه قليله هي واحد 20 عام شوف اخوتي الستير ويلي ويلي بقات هادو ما عرفتش كيف يتسماو لي سيبس البي سيبس كري سيب لي زابطو لي مولي لا لا والله الا بالروج ولا صدرتين هاد العام هذا طالع انا شراك كيما كتشوفوا حنا جينا للبحر قال لك اسيدي سعدوش غادي يدخل يعوم قبل بروك قال لك هو اللي غادي يجرب البحر يشوف البحر واش بارد واش سخون واش كاين شي بلاصه غارقه لعيبات لا لا اللي ديما طلع جرو طحر قلتي انا قلت لك باغي نعوم في البحر كون كاع قلتي لي سير سير دخل موت موت دخل موت المهم عشران دابا كيما كتشوفوا جينا للبحر مع الصباح اخوتي هذا البحر هذا اخوتي كيما كتشوفوا محجر ديال بصح ما عرفتش علاش والبلان شنو هو ان الماء بارد وبارد وبارد ديال بصح انا خصني نسخنوا تسخنوا البروك اصحيك من سحالك عندنا الشوفه انت والله تهبط لامك سعدوش كيبان لي خاصك اول حاجه تدخل بها ماشي تدخل تعوم سي سالطه بالروج سي سالطه ولكن الحجر شوف يلا سير سير فين باغي تمشي من هنا يلا سير ويلي 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 يلا سير واحد جوج ثلاثة ويلي ويلي سعدوش بغا يقرب سانتو في البحر والله الا مات اي 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 وانت ايا واش فراسك بعدا واحد الحاجة والناس راه كيقلبوا سانتو عرفتي فين كيدخلوا للداخل لا واش خاوشي كيقلبوا شكون شافك كيدخلوا صافي برد اصاحبي كيدخلوا للداخل انت صاحبي معاك ايا سهل والله انت غاتموت والله انت غاتموت شتي انت والله انت غاتموت ها شتي كيموتوك شرب الدريش انا نسولك واحد اللعيبه قول لي واش بروكن غادي تعوموا هنا ولا غادي تدخلوا معاك الداخل نعوموا ليها ايه وملي نشوف كاع فيها ندخل نعم صدمتيني بالرجل لا لا يلا سير 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 عرفتي اش دير سير دخل انت لداخل وشوف واش الجهد ديالك فين دخل يلا سير خوتي كي انت بغيتي تموت سير ادخل عند ديوداس سير الاوركا سير يلا بين لي سير 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 شوف خوتي ناري ناري ويلي ويلي سعدوش باقي راه سعدوش باقي راه شوف خوتي فين دخل عرفتي الدراري البحر راه خايف وصافي ارجع اسعد ماما ما تخافيش يا اسعد اصافي الله يرحم ليك الوالدين شوف اخوتي انا فين دخلت ناري بزاف اصافي الله يرحم ليك الوالدين اصافي صافي اصافي خرج خرج اخرج والله يرحم ليك الوالدين واطلبناك واخرج واخرج اصاحبي واصاحبي واخرج وبركة واخرج واخرج تموت الله يلاه تاع دوز هاد صافي اخر الصف ابرد الله يحميك يا ويلي صافي ابرد الله يحميك يا ويلي عرفتي دابا جات لقيتي ديال الشكا صافي تيستيتي الماء لعيبات جبت لك الشي لافي دابا جات لقيتي باش انك تدخل بوكن يا دابا غنمشي نجيبو بروكن زيتي ويلي 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 واخيرا ولي اول مره بروكن غادي يعوم ويلي عرفتي الا مشات تعاوني هما نولي ندوي معانا لا بيسين فين ما مشيتي فين ما مشيتي كيما كتشوف اخوتي بروكن كيترعد حيت اخوتي صراحه كاين شويه ديال البرد والبلان الثاني شنو هو البلان خايف شوف اخوتي غير معايا صافي شتي بروكن شوف فادي معايا الله يحفظك هادي معايا سالوش واش كتوقع انه غيعوم عرفي لا ما تكيس على الروح لسه خارقين ولا شي حاجه عرفت اخوتي هاد الكلب هذا صراحه ما نكذبش عليكم فاش كنا شريناه كان بازال واخا هكاك عادي من بعد اخوتي ولفناه ولا كينعس معانا وشحال من حاجه عرفتي نفس الطاطرات ليه شي حاجه والله اخوتي تغيبقى فينا الحاجه شوف شوف ربي شوف شحال زوينه الدراري شوف بروكن كان صغير كبر وكبر تبارك الله المهم المهم سعدوش قبل ما تدخل تعومو غنقول لك واحد الضمان اذا خرج طالع بحال حي من الضمان ما تصدق ميت انت راك شيطان اصاحبي نقول لك شنو هو الرك الا وصل هذا الفيديو هذا الا وصل هذا الفيديو هذا الا وصل هذا الفيديو هذا 70000 لايك بروكن غادي ندخلو معايا في جيت سكي يلا شبالي والله يتعب ولكن ما غاديش يعوم غندخلو انا وياك وبروكن شبالي بلان بلان شوف الا شتيك يعوم هنا ندخلوه لداخل ما نخافوش عليه عاد تدخلو فراسك الكلب شتي الكلب بروكن غادخلو لداخل هي داخل ديال بصح يعوم يعوم حسن منك الى عام هنا والله ما يموت وسير دخلوا دابا سير 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 ناري خوتي بروكن اول مره غادي يعوم ناري بروكن لقطه الحاسمه لقطه باش غيعوم بروكن واحد شوف شكون هي الاولى عندك اخويا تصدق مدخلني مطيح لي تيفو ويلي هاو دخل الماء صافي الحمد لله الحمد لله ما خافش ما خاف ما والو شوف زيد دخلوا شي شويه البلاصه تكون غارقه وشدوا مزيان
شدو مزيان شي بلاصه ما يكونش قايص ضرب. ايا ايا عندك الصاد عندك صافي غاهنا 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 غاهنا. وا وات ذا فاك 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 وات ذا فاك. مبروكين علي مبروكين علي علي مبروكين علي علي مبروكين علي. ربي يدخلك والله يتعب والله يتعب. وات ذا فاك الصاد شفتك غيعم غير 500 انا اللي قلت لك غيعم والله يمك تعطيني 500 والله يمك تعطيني وصدمني وانا روخي هكا قمرت قلتها سير سير زيد دخلوا لداخل يعوم معك. وات ذا فاك صراحة أنا الدراري ما كنتش متوقع أن هذا الكلب هذا الصغير يكون كيعرف يهرب أحسن من زادي. ناري وناري ويلي 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 شوف هاياك مبروك الغرق مبروك الغرق. هايا صافي صافي لا لا كيعوم 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 راه حاجة واقصر راه حاجة واقصر كيدير هكاك شوف شوف مسكين شوف خوتي وخا هكا كيعوم شوف كيضرب بيديه وكيطلع ويلي 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 هاديك مبروكن هاديك شوف 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 راه حاج مسكين الماء بارد عليه ويلي 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 ويلي. واخيرا عاد واخيرا فراسك والله الا واخا هكاك فراسك اسعدوك واخا هكاك راه مزيان ليه يعوم في البحر عرفتي علاش غيتنقى وغادي يمشي منه ولا كان شي ماض ولا شي حاجه شي لعيبه فهمتي ولكن ويلي 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 ولا كيتبوركي لينا ويلي ويلي. عرفتي اش غادير اخاي سعد اش دابا دخل تعومو معاك بالرجول دخل عومو خذوا راحتكم. المهم عسلان دابا ربع شنو هو غادي يدخل سعد غادي يعوم بروكن غادي يزها معاه وديك الساعه خوتي نتلاقى يلا سير دخل سير دخل سير دخل يلا الله 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 ناضين الله يلا بصح صدمني صدمني ديال بصح. المهم العشرين كيما كتشوفوا احنا جينا الطوموبيل باش نديماريو للدار وكيما كتشوفوا اخوتي ها هو سعدوش ويلي ويلي وهو بروكن الدراري وهو مبروكن بالرجل صدمنا بالرجل وترى دخل عام اصاحبي ولكن دابا صبر بغيت نسولك واحد الحاجه كيفاش الصاد عطيتيه الفوطه ديالك وبقيتي انت كتكسكس بالبن وهو عطيتيه الفوطه راه هذا خويا كيتفاهموا اش بان لك اخي رضا بالرجل انا صدمني كتشكاس اصاحبي والله خويا ولكن انا وياك بالرجل تقنا فيه بالرجل انا في الاول كان عندي واحد موتيفينا موتيفينا في الاخر صدمنا الله يلا شوف بروكن بصحته البلان دابا عرفتي شنو هو فين ما مشينا اي بلاصه غادي نعومو فيها ولا شي لعيبه غادي نديو بروكن صراحه الدراري ما كناش كنبغيو نديو نعوم علاش حيت اخوتي كان باقي صغير دابا شحال تقريبا في عمره عنده 7 شهور وتبارك الله وكبر تبارك الله تبارك الله خصو يعوم هذا خصو يتزوج هذا خصو يتزوج هذا خصو يتزوج. المهم الدراري بروكن راه بدا كيكبر داكشي علاش اخوتي غيولي يخرج معنا واللعيبات اما فاش كان صغير ما كناش كنقدروا نخرجوه البلان شنو هو بما انه بدا كيكبر ضروري خاصنا نزوجوه ان شاء الله قريبا الدراري بروكن بروك شوف بروكن شوف بروكن وتخيل معايا بروكن غيتزوج وغيتزوج بروكن بروكن وغنديروا لهم عرس ورضا ما غيتزوج ما بغيتش نتزوج انا اخويا والله الا دوم العايشين كيتزوجوا على 7 شهور الله يلاه كيتزوجوا على 7 شهور ماشي بحال سادوس ما تزوجش حياته اصلا ما غيتلاقاش مع من يتزوج كيفهموها لك كيفهموها لك احسن تزوجوك بشي كلب ولا شي مشاه انت كتفاهمها مع الحيوان حيت قال لك اسيدي الحيوانات كيتفاهموا مع الحيوانات قلتي خويا عرفتي فوطه المهم العشرين كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انا معكم واحد لايك تابونوا وفعلوا باش يوصلكم جديد وكنبغيكم اخوتي كامل ونتلاقاو في الفيديو الجاي وبروكن بروكن عشيري زي اخوتي.